اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة بندانة بالكروشيه سهلة وبسيطة، هي من غرزة الحشو. طريقتها سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت في الشغل. هنبتدي وهنعمل عقدة البداية. وهرتفع 12 سلسلة، 1. طبعا انت ممكن تعرضيها عن كده تخليها 14 على حسب الحجم اللي انت عاوزاه العرض. هعمل 12 سلسلة، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لو حابة تعرضيها عن كده احنا قلنا عادي. هنسيب الغرزة اللي فيها الإبرة وهندخل في الغرزة اللي بعديها ونعمل فيها غرزة حشو، واللي بعديها برضو هنعمل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هنعمل فيها غرزة حشو. هنمشي الدور ده كله بغرز الحشو، هنعمل فوق كل غرزة غرزة حشو. هكمل للآخر وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وعملت فوق كل غرزة غرزة حشو. هنتقل للسطر التاني وهرتفع السلسلة ومش هعتبرها حاجة، وهلف الشغل. المكان اللي ارتفعت منه السلسلة في فتلة أمامية هنا وفتلة خلفية، كل غرزة فيها فتلة أمامية وفتلة خلفية. في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلة هدخل في الفتلة الخلفية وهعمل غرزة حشو. في الغرزة اللي بعديها برضو هدخل في الفتلة الخلفية واعمل غرزة حشو. هشتغل في الفتلة الخلفية وبعمل غرزة حشو، وهمشي السطر ده كله بنفس الطريقة وهعمل فوق كل غرزة في الفتلة الخلفية هعمل فيها غرزة حشو. اتفقنا احنا بنرتفع السلسلة اللي هي في الجنب وما بنشتغلش فيها عشان بس الشغل يطلع مظبوط معايا من الجنب مش معارك. هنشتغل فوق كل غرزة هنعمل فوقيها غرزة حشو في الفتلة الخلفية. وصلت لآخر غرزة وهي معوجة شوية وهعمل فيها غرزة حشو في الفتلة الخلفية. بالشكل ده كده هنمشي كل الادوار الجايه بنفس الطريقه لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه، ان انا برتفع سلسله وبلف الشغل وبشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه في الفتله الخلفيه وبعمل فيه غرزه حشو. واللي بعديه برضو بعمل فيه غرزه حشو، وبفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل لمحيط الرأس اللي انا عاوزاه، ان انا بشتغل برتفع سلسلة وبشتغل في الفتلة الخلفية غرز حشو كلها. بفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه. هكمل وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما عملت الطول ده. خدت مقاس محيط الرأس الخمس سنين، هتكون معايا بالشكل ده. الغرزة شكلها جميل لما بتكبر. كده وصلت للنهاية، هرتفع سلسلة وهسحب الخيط كله، هسيب معايا كمية خيط زيادة علشان هي اللي هخيط بيها بالشكل ده كده. هنا انا عندي طرفين هجيبهم على بعض بالشكل ده كده، هقسمهم نصين، طرفين بالشكل ده كده، وهدخلهم في بعض. بالشكل ده طبعا هنا عشان الغرزة وشها زي ظهرها فمش فارقة معايا اشتغل على الوش او الظهر، انما في غرز فيها الوش والظهر فبشتغل في الوش في الظهر.
علشان الخياطة ما تبانش. فهجيب إبرة التنظيف وابتدي اخيط الشغل رايح جاي الاربع اطراف بتاعتي اللي هما اللي انا قسمتهم نصين، اخيطهم رايح جاي. واتاكد ان انا باخد الاربع اطراف معايا علشان لما الف الشغل ما يبانوش. نفس الطريقة كده هفضل اعيد عليهم، ممكن اعيد عليهم كمان مرة ان انا اثبت بيهم الشغل عشان ما تتفكش مني بعد كده. من عندنا طريقتها سهلة اوي، من تكرار سطر واحد بس وما بتاخدش وقت. ثبت الخيط هنا في الاخر كده، هدخل الخيط شوية خيط زيادة ورا كده، تثبيت بس للشغل. هقص الخيط الزيادة هلفها بقى معايا بالشكل ده، هيكون وشها بالشكل ده كده. بندانة كروشيه سهلة وبسيطة وطريقتها جميلة، تفضلي تشتغلي لحد ما توصلي للطول اللي انت عاوزاه، ولو حابة تعرضيها عن كده بتعرضيها. لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.